السلام عليكم. وحاينو حلقتنا كسو قادن دونا قيبتي لباد يا استامها ما سوني دا سيدا كم موغتا سيدا حقيسك كسو وران دبركا هلك دولار سيدا حقر كما دما يسترنا يا إساقا يا إشو ويكالبو عين تاس او معنيه دي هي ان انو مشروعو دي ولي دمايسترمين وحنا او مشروعو دو دمايسترميا يولكو دنا اي غاريان مركا او دجال يمادو سيدا اين هورا او سو حسني إن أستانتا إشا أي دح قليين علمي الإسكا سي لمدعة أي سيدح قيسكا عند ميسكا ترنين أو قليين فان ديسميتك قويدة هان با تاسوات كرده هان كرتو قابا قريهن اللورد سي إن أستانتني أي أدو بحادو تهي تاس او لغو تلمامي كارو اقوان درو كهيسة تاو استاد دينا ايه قوبها لغو برتو اقوان تا ديسكا
أقول دراس يو كفير شلا أنتاسي كما أي كوبنان وستاتدا يو ديسك قريها يوحا أي أقولتي شركة هواوين إيها في سيدودا وقام شدنا إن أي شركة هني شيء ذاك كعسار لليهين بس وحاي ودود هاي إن سمدا لو سمعي يجونا أنا كفير سن معنى هذا أنا أنا كرمينين أستان تاني نولشينا أساسي جاء بن كستا وكجح يرنتا بس وحاي أباه أنت هاي قف سوت شيء ذا أو أركا منافير سن أستانت سدحات أستانتني وحاي لا ذا هي لا بمعنى أكلا أكو كيسها شيطانك يلا بو إسبهي سيجي كده هي دجال إيه إبليس تنا يعني حقيقة وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من هما هذان؟ من هما هذان الرجلان اللذان هما السبب الرئيس في دخول مليارات
ليس ملايين، مليارات من الإنس والجن في جهنم. وقال الذين كفروا أي في النار، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن، واحد من الجن والآخر من الإنس، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. مليارات من البشر، من هما هذان؟ قال المفسرون رحمهم الله: من الجن إبليس، وهذا قول صحيح، ولكنهم قالوا من الإنس أنه قابيل بن آدم، وهذا قول لا يستقيم. قابيل بن آدم عنده جريمة واحدة ألا وهي القتل، ففعلها ثم ندم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل فقط. شريك إبليس في إغواء البشرية ليس قابيل، شريك إبليس في إغواء البشرية المسيح الدجال الذي يعيش على هذه الأرض منذ آلاف السنين، وكان بينه وبين إبليس ذلك التحالف الأبدي. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أتعرفون هذا الشعار؟ أتعرفونه؟ هذا شعار التحالف القديم، تحالف إبليس مع ذلك الرجل منذ آلاف السنين، ذلك التحالف الذي أودى بمليارات من البشر إلى الكفر. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Thank you.
Türk'ü korusun ve yüceltsin. Amin.